دونك مازلنا ماتينال خليكم وخلينا ماتينال نرجعوا مازلنا نحكيوا على الرضاعه الطبيعيه وفوائدها للام وللرضيع وكنا شفنا برشا فوائد ما شاء الله هذوما الاساسيات اللي حكينا فيهم فما بالك الفوائد الاخرى بور كونكلور دكتوره كان نحكي اون بريف اللي حكينا فيه الكل انا بالنسبه لي باش نكمل على الحميه الغذائيه باش نعطي تقريبا على 24 ساعه شنو المراه لازمها الدوا كونسومي sur 24 heures pour avoir une bonne lactation. Un bon allaitement maternel. Donc sur 24 heures, elle doit prendre 5 fruits et 5 légumes, معناها 5 خضر و غلال. 5 غلال. Voilà. 4 portions de produits laitiers, معناها حليب ومشتقاته. Voilà, حليب ومشتقاته. لازم تاخذ 2,5 jusqu'à 3 litres de liquide. معناها لترتين ونص حتى 3 لترات ليكيد لازم تاخذ سواء لحم ولا حوت ولا عظم وتاخذ لي بات او بيان معناها لي سيريال تو سكي سيريال دونك هذه الوجبه متكامله بور اون مير بور اليتي كونفينابلومون باش ترضع كونفينابلومون بلا يعطيك صحه على المعلومات ثم حاجه حبيت تضيفها في جوست انا حبيت نقول بور لي جون ماما راهم فماش حتى انكونفينيون تاع ليتمون ماترنيل فماش حتى حاجه خايبه للرضاعه الطبيعيه الرضاعة الطبيعية كلها فوائد كل حاجة به اكزاكتومون حاجة به اكور تيرم على المدى القصير وعلى المدى البعيد بالنسبة للأم وبالنسبة للبيبي يظهر لي من بعد ما سمعنا الفوائد هذه كل ما فماش امرأة توا ماهيش باش ترضع أكيد شكرا ليك دكتورة على هذه المعلومات الكل على التوعية شكرا زيدا للأمهات يتفرجوا فينا تحية لكل أم ربي يفضلنا أمهاتنا والمتوفيات ربي يرحمهم إن شاء الله دونك مش سهر الجنة تحت أقدام الأمهات راهو هاك تشوفوا معناها من اللي تحبل اللي ترضع اللي ديما تعبة شكرا ربي معاهم احنا هذيك علاش باش نودوا الامهات خاطر نعرفوا الامهات تتعب برشا بالمناج وكل شيء يحبوا مزيانات يبداو مزيانات يلقاو حل لي زاستيس بوتي مكياج ميكاب هذيك علاش بعد بشويه نستقبل خبير التجميل ساره في موضوع جديد اليوم الموضوع باش يكون كيفاش نختاروا فوند تاع مزيانه وحلوه تناسب البو نتاعنا ملا خليك معنا مازلنا راجعين دو غوتوغ على تلفزة تي في هذا خلينا باتينال الصبحية الحلوة اللي متواصلين بكم ومعاكم وفقرات متنوعة كنت تعديت وما زالت فقرة البوتي الفقرة اللي تحكي على الجمال وش خير من الجمال كي نحكي عليه في الصباح هكا ولا حافظ وي جمال مهم جدا واحنا كي نقولوا جمال نفهموا اللي سارة جات بحذنا خبيرة التجميل أخصائية التجميل للبرنامج صباح النور سارة صباح الفل صباح الحمد لله باتينال في الجميل لازم نشاط وحيوية أيوي هذيك علاش توا ما خلينا ماتينال وبيان سور باش نحكيو سوجي اليوم اللي هو كيفاش نختاروا الفون دو تاع نتاعنا السادة المشاهدين اللي يشاهدوا فينا توا ينجموا يخليوا لي كومنتير نتاعهم تفاعلاتهم اصواتهم على الباج اوفيسيال خلينا ماتينال دونك ريشيرش خلينا ماتينال باج يحطوا جيم ومن بعد بيان سور ينجموا يشاركوا معنا باللي كومنتير لي بروبوزيسيون كو سوا في سوجي نتاع البوتي ولا سوجي نتاع الصحه ولا حتى سوجي ثقافي واذا امكن يحبوا يعرفوا غوسيت بنينه بيان سور ينجموا يحطوا لنا شنو هي الغوسيت اللي يحبوا يتفرجوا فيها واحنا ما علينا كان ان نلبيو رغباتهم الكل عندي سوربريز للساده المشاهدين انهم ينجموا يتفاعلوا معنا بالفيسبوك هو انه كل حلقه باش نسالوا السؤال واللي يجاوب على الحلقه هذيا واللي يجاوب على السؤال هذيا باش يربح معنا لاسبيراتور هذا دونك لاسبيراتور هذا جولدن وينز لاسبيراتور فيه 2000 واط وطول الكابل نتاعو 3 متر ونص دونك هاك تشوف فيه بوردو مزيان فاسيل وزيت حلو برشا ويا سعد ويا هني اللي باش يربحوا هكا ولا شيف بالطبيعه عمل حاجه بيه اي حاجه بيه حاجه بيه براتيك ياسر في الصاله هذيك كي تحط برانشي المراه وخاصه تبدا مثلا الزربه نتاعها كبيره تنجم تبرانشي وتخدم على روحها سورتو توا شتي بشفش وزرابينه وزرابينه نعرفوا اللي فيهم الصوف فيهم الحرير وفيهم برشا انواع الزرابي دونك لاسبيراتور هذيا قداش تقول سومها انت توا شايف؟ والله انا نقول تقريبا 290 الف 290 سعر هيك نقول 250 هكاك 250 وانت انا بنيتهم قال شايف 290 سالا قالت 250 انا نقول يلا نقول 270
270 هي 255 واليوم سبيسيالمون اللي باش يكلمنا والتليفونات اسفل الشاشه باش ياخذها ب 209000 اكاهو 209000 اكاهو دونك رميز فيها رميز كبيره سي بيان اسبيراتور كيف هكا كيما قلت لكم 2000 واط طول الكابل 3 متر ونص معناها تنجم حتى انت معاش في الكلوار تمشي للصالون وتكون فاسيل وغبيت وفوق هذيك على الغلاية اللي موجود توا في لي ماشين هذوما هذه فرصه معناها نحن انا عطينا الرخص باتم بالكدي بالكدي ماذا بينا حاجه باهيه حاجه حسب الغلاية اللي موجود توا والدنيا كيفاش غاليه واللي ماشين هذوما غاليين السوم اللي عطيته ما فماش كيفه وسورتو اللي هي ماركه صراحة. عالميه شيف أي أي واللي هي راي ماركه عالميه وناجحه وبرشا ناس استعملتها وبيان سور وتوصل للدار بلاش معناها اللي ياخذها بلاش يظل فيها جارانتي يظل فيها جارانتي غراتويت كل شيء مريقل ليفريزون غراتويت توصل جارانتي عام فيها جارانتي مده عام كامل السؤال اللي باش يربح وشكون باش يكون سعيد الحظ من المشاهدين نتاعنا واللي كومونتي وبيان سور واللي كومونتير في خلينا ماتينال السؤال سهل برشا الحلقه اللي فاتت نهارت ثلاثه كنا خدمنا غوسيت رابيد وفاسيل وايكونوميك كما العاده مع شيف شنو هي الغوسيت اللي خدمناها المره اللي فاتت دونك اول واحد باش يكتب كومونتير واول واحد باش يجاوبنا على السؤال هذايا باش يكون هو الفائز بالاسبيراتور بعد الريجي يقولوا لي شكون الفائز في اخر الحلقه سينو مازلنا متواصلين ومازلنا مع الجمال والبوتي وكما قلت لكم قبيله خبير التجميل ساره غو مره اخرى باش نحكيوا اليوم كيفاش نجموا نختاروا الفوندوتان المناسبه للطعم تاعنا به زينوبا كما تعرف اللي برشا نسيت تعاني من مشكلة استعمال فوندوتان بعد ما تعمل فوندوتان تقعد سويعتين من زمان ومن بعد البوم تاعها تتقلب كومبليتمون تولي ديكنا بيهتة معناتها تحس الفوندوتان وليت غامقة حتى أكثر من البوم تاعها فهمت لهنا باش ننصحهم النساء اللي يتفرجوا فينا ونعطيهم ديزاستيوس كيفاش يختاروا الفوندوتان نتاعهم اوكي اول حاجه الفوندوتان كي تمشي تختارها في النهار مش في الليل خاطر الليل تضيع كومبليتمون اللون نتاع الفوندوتان بالضبط به ولهنا ثم كل تيب دو بو تيكستور نتاع الفوندوتان اللي باش تستعملها به بالنسبه للبوش بوسيش ثم الفوندوتان اللي هي تبدا تيكستور نتاعها اون كريم اوكي وبيان في الويد وثم البو غراس اللي هي التكستور نتاعها تاخذها موس اولا في الويد في الويد ديما جينيرالمون تلقاها مكتوب عليها مات فيون ولا مات فهمت اللي تبدا في الاخر التكستور نتاعها كي تجربها تبدا بودري فهمت وثم ال كومباكت البودر كومباكت اللي هي تستعمل بعد في الويد بور فيكسي لو مكياج اي سورتو انت تعرف البو غراس ياسر مزيته دونك الفلويد هكا هو ما تكفيش يلزم البودر باش يقعد لها المكياج نهار كامل اوكي وثم البو نورمال ميكس اللي هي تستعمل تكستور موس وبيان الفلويد كيف كيف به ولهنا ديما نختاروا الفوندوتان ما تكونش غامقه برشا على البو ما تكونش فاتحه برشا ديما يا اغمق ان تون او بيان افتح بان تون باش ما تبعدش على الكولور دو بو تاعها ناتورال هوني حاجه والرقبه حاجه والا يعطيك صح بالضبط لازم افتح بطون معين حتى في سواغي ولا حاجه باش يبدا العبد هكا المراه مشرقه شو رايك حافظ انت والله انا موافقكم ما عرفش الشيف شنو رايه دونك انا في اللحظات هذه ننضم لفريق الشيف انا نسمع فيكم انا نسمع فيكم شيف عندنا الاشكال نتاع ساعات مراه ما تعرفش تختار الفوندوتا نتاعها فتكون بتلي فاتحه من هوني ومن الرقبة أو اليدين تكون أغمق وهذا هي احنا كرجال زي الله مش عطاك هي تعرف فما إشكالية في الفوندوتان اللي من المرأة في تونس برشا برشا نساء برشا بنات صغار خاصة اللي يستعملوا فوندوتان ما يعرفوش الفوندوتان اللي يناسبهم في البشرة بالضبط معناها ما فماش تناسق في الألوان خاصة أنا كيفاش نلاحظ راه لون مثلا نقولوا أسمر وتلقى الفوندوتان أبيض برشا مش شيء بعيد على بعضه تبدا تقش عليه عامله ماسك انا ماذا بيا كنت انصحهم تقول لهم مش نوال وهذيك علاش احنا تعرف سامحني وزينب زاده وساره ما عرفش انا قبيله مركز في كلامكم زاده في نفس الوقت كنت حكيت على نقطه ما نعرفش اسكو النقطه هذه عندها علاقه باللي كان يحكي به شيف ولكن تحكي ساره قالت احنا كي باش نمشيو نختاروا فوندوتان اول حاجه معناها نختاروا في الصباح
دونك ما عرفش اسكو عنده دور هذايا تدخل الخطا ولا الغلطه كي يمشي يختاروا في الليل مع الضوء واللوميير والكل ما عرفش معك انت بالتاكيد هذيك علاش لازمنا نختاروا في النهار خاطر الضوء في الليل ما يعطيكش لا كولور اللي حشك به واللي تمشي مع البوم تاعك دونك ماذا بينا نختاروا فوندو طام تاعنا في النهار وزينب كي نجربوا الفوندو طام ديما كي نتستيو الفوندو طام مش على اليد فهمت ديما البارتي هذه خاطر البارتي هذه ديما اقرب للكو والفيزاج باش تعطيك لا كولور الصحيحه للبوم تاعك وكنا حكينا في الاوف ساره كنت قلت لي الحقيقه الكلام اللي قالوا حافظ زيد الحلقه اللي فاتت هو اللي ليكرون راهو ضروري نعملوا ايكرون في الفصول كل شتاء ولا صيف ولا وي هذيك ليكرون بعد السوان تاعك ديجا باش نحكي لك عليه اني ليكرون على خاطر اي سورتو اي سورتو للبو غراس ديما ماذا بيك عندك ثم روتين ياسر ياسر مزيان تنجم تستعملوا البو غراس اللي هو نتوايي تونيفي ويدغطي هذايا كل يوم باش الفوندو طان معناتها تقعد لك بالكدا نهار كامل فهمت وتبدا معناتها الفوندوطان تتخدم بالقدية على بو بيان نتوايي باش تقعد لك نهار كامل وتنجم تنجم تدوم وتقعد أكثر لأنه على قد ما تكون البو نظيفة نتصور الفوندوطان تنجم تكون مرتاحة تبقى الأرضية بتدخل المناسبة بشوية يكون إفيكاس وفيكس دونك لي زيكرون اساسيين كو سوا صيف ولا شتاء مهم ان نحميو قلت انت ساره اللي هو كاين نحيت معناها بروتيكسيون تتل وجوهنا وبعد يجي الفوندوطان قلت لك زينب سامحني ثم برشا نسي كي تلقى البروتيكسيون سوليغ على الفون دو طان تلقاها اس بي اف 15 ولا اس بي اف 30 في الشتاء تفرح تقول لك يا تيان هاو ثم بروتيكسيون سوليغ في الفون دو طان دونك مش لازم نعمل ليكرون هو مش صحيح فهمت ليكرون راهو لازم صيف ولا شتاء فهمت وهذيك بروتيكسيون سوليغ معناتها في الفون دو طان حكايه فارغه ما تنجمش تعمل لك بروتيكسيون توتال كيما كنت تحكي انت ولهنا باش نحكيو زيد زينب على لي طانت اللي عندنا موجودين اون جينيرال في الموجودين في تونس خلينا نقولوا بالضبط عندنا البو روزي اللي هي تمشي للروج والروزي كان ساعات هكا تلقى انسان يبدا عنده لي روجور بو نتاعو ايبر سونسيبل على ضحكه يحمر في على اي حاجه على رش يحمر دونك هذيك البو هذيك يلزمنا ثم فون دو طان اللي هي بيش بال اسمها اللي هي تعطيك كولور نوتر فهمت تغطي لك هكا الروزي الكل وتعطيك كولور نوتر اللي تنجم تعمل عليه المكياج نتاعك ويظهر حلو فهمتوا ساعة ساعة نبدلوا من نخرجوا من ليتا هذيك معناها ما يجيش كل احنا سارة عبد ولا مدام ولا مسيو ولا اللي هو ابيض احمر يجي يعمل فون دو طان بيج بيج معناها غوزي معناها هون يولي برشا معناها يعطيك الصحة باش يولي برشا غوز بالضبط وعنا البيج بال اللي تنجم تخدم لها فون دو طان بيج غوزي سامحني سارة شوف الشيف ما شاء الله والديكور بارك الله ما شاء الله حموري وانا نطبع فيك هذه حب الشيفه هذه سوريز نسميه سوريز حب الملوك مش حب الملوك فرامبواز هذه سامحني فرامبواز سوريز يكون حبه الملوك تكون كيما زعرور كيما العوينه صغيره وتبدا حمراء وفيها مات وفيها اللقه هذوكم يحطوها يبيتوها فما ناس مختصه في الغلال الشايحه والغلال اللي سكري يغطسوهم في الشحور ويخدموهم ريسيكلي ويعاودوا حتى اللي عندهم التوابل وكل نلقاهم يعطيك الصحه عندهم منهم هذوكم ناس مختصه في تحضير الغله هذيا كل تصبيرها وكيفاش شنو يعملوا لها يعملوا هذيا ان شاء الله في الحلقات القادمه نحكيوا عليهم اكثر سينو شيف خليني نذكر الساده المشاهدين بالسؤال اللي كنا حضرناه لهم اللي باش يخليهم يربحوا لاسبيراتور هذيا واللي هو شنية الغسيت اللي طيبها الشيف نهار الثلاثاء دونك في الحلقه الفارطه شنو هي الغسيت اللي كان طيبها الشيف اول حد باش يحط كومونتير ويكون الغسيت صحيحه هو اللي يشربها معنا لاسبيراتور هذيا وبالنسبه للناس اللي انتريسي وتحب تاخذ لاسبيراتور تزهز او تستحقه في الدار لاسبيراتور هذيا كان 255 دينار باش يولي 209 دينار اكاهو واللي يحب يكماندي النوامر اسفل الشاشه ينجم يكلمنا بيان سور ونعاود نذكروا اللي ليفريزون غراتويت واللي فما فما جارانتي خلينا نقولوا عام كامل يلا نرجعوا هنا للروسيت نتاعنا باش نعطي نصائح صغيره هنا الاشكاليه في التارت وفروي شنية بصفه عامه الغله تكحى كي تقص الغله تكحى ما فما حاجه وحيده
اللي تخليها ديما تلق وما تكحالش اللي هو اسمه نامباج. هذا النامباج هو معجون مش ماش اما فيه يكون سكر وما يكونش مش ماش، مش ماشي يكون مصفي، مصفي ما يكونش فيه الكليغرام. لا يعطيك صح. احنا تو بعد ما نكملوا الديكوراسيون تاعنا بالغله ويزمنا اللي باش يخدم اختصاص لي تارتوليت ولي تارتو فروي يعرف انواع الغله اللي يحطهم. مثلا هنا فما غله ما فيهاش حموضيه، شكون يقول لي عليها؟ فيش حموضيه، فيها حموضيه سامحوني اللي معناها الكيوي. الكيوي اللي هو باش نخدموا به الكيوي كيما هنا كيما التابلو باش نعمل باش نكسر اللون اكهو. بالنسبه لي انا كباتيسي نحط الكيوي باش نجبد بيه فيزوال، فيزوال ارتستيك زاد يعطيك الصحه، ارتستيك ومنظر. ما فيش مطعم بنين برشا مي هكا انت تعمل على البنان سكري، تعمل مع على الفرامبواز باش يبدا زاد فيه بليزيور كولور، يعطيك الصحه. واهم حاجه هنا من السر اللي نقوله مثلا في التارتوليت خلاف البات والكريم والواحد في الفينيسيون اللي نعمل فيها توا هي الديكوباج. بالنسبه للديكوباج ولا القصان اللي نحكيوا به بلغتنا الدارجه هو يزم يكون مرتوب وفينو وقصه قد قد، معناها كي فما اسامي تاع قصان ان شاء الله في الحلقه الجايه ولا اللي بعدها نعلموكم ونقول لكم اسامي القصان. مثلا تلقى اوندي اورونديل دومي رونديل، هذوما ان شاء الله في الحصه القادمه ولا اللي بعدها نقولوا عليهم ونحكيوا عليهم برشا. وذاك علاش باش تعطي تارت مزيانه وشبابه. بعد ما تحط الغله نتاعك تكون زاده فما تناسق في النظام، معناها في الالوان وفي النظام، معناها ما فماش مثلا جي انا حطيت تارت فروي جي واحده نحطها من هنا والاخرى داخله غادي النظام والرتبه. الرتبه تبدا كيما واحد من رقم واحد حتى العشره ولا صفر العشره بالنظام نعمل كل شيء. وما يلزمش نصعبها برشا ولا نحط برشا انواع غله فوق بعضهم ولا تحت بعضهم ولا ليه. حطيت الكيوي على يساري نبدا نكمل الكيوي على يساري، ما يهمنيش خذيت قرار باش نحط الكيوي انا كشيف نتحمل مسؤوليتي. ومن بعد كان لقيت عبيد متقلقه من الديكور هذاك ولا لقيت عبيد ما عجبهاش نعمل ستاتيستيك نشوف قداش من واحد عجبوا الديكور ما عجبوش نقيم روحي ونصلح حسب العبيد. معناها انا اللي ننصح به العبيد في الديكوراسيون كي ناخذ قرار يلزمني نعمل. واضح، يعطيك صحة شيف، نرجعك بعد شوية في الدريساج فينال ونوصلوا للريزولتا فينال وكيفاش نجموا نقدموهم للضيف ولا نقدموهم صباح في البتيديج مع القيوة. بتيديج حلوين ولا للوليدات الصغار باش يزبطي معاهم ولا حاجة. يعطيك صحة ولا القراية راهو تعملها في الدار حاجة بيو وحاجة صحية ما فيها ونظيفة ونظيفة وهنا معناها ما فيهاش حتى مواد كيميائية. اللي حكينا عليهم ويفيد تفيد في الرضاعة وتفيد في برشا حاجات. الماكلة الصحية فيها حليب وفيها الفارينة وفيها السكر وفيها العظم وفيها برشا حاجات والغلة حكيناه قبيلة شايف في البريك والفقر يعطيك الصحة. معناها اللي نصحتنا به الدكتورة قبيلة كل موجود في التارتو فروي اللي هما موجود. كاين حاجة بركة الفاكهة ما حطيناش خاطر ما نخلطوش في التارتو فروي ما بين الفاكهة والغلة. احنا في تونس فما برشا ناس ما يحطوا الغله والفاكهه مع بعضهم في الجاتو، لا مش مقبول. داكور اختار حاجه برك. داكور نخليوك في الدريساج نتاعك شيف، نرجع لك بعد بشويه. غو مره اخرى ساره للناس اللي لحقت بينا توا، خبيره التجميل ساره ديما تكون معنا في الماتينال. كل مره نحكيو موضوع، اليوم نحكيو على كيفاش نختاروا الفون دو تان المناسب للبو نتاعنا. نعرفوا اللي عندنا بليزيور بو، دونك ساره قالت كي حد هكا عنده البو غوزي تكون تستعمل بيجبل. دونك ما نجموش نحكيو على البوتي وعلى الفون دو تان قبل ما نحكيو على الابتسامه، لانه الابتسامه هي سر جميل المراه، انها تضحك، انها تكون سورتو تبسيمه في الصباح في الصبحيه الحلو هكا ولي هكا. المراه والرجل كيف كيف، المراه والرجل، اما المراه ديما اكثر هو سر جميلها ديما في البوتي نتاعها، في البو صافيه، في الشعر اللي يبدا في صحه جيده، وكيما زيدا في المضحك الحلو المصرار اللي برشا غنيو عليه زيدا برشا غنيات. بالضبط، وهذيك علاش زينوبة احنا اليوم جينا بنوفوتي اللي هو سوان دونتيغ ناتوريل. هذه تنجم تستعمله في الدار وحدك ابازي بلونت ناتوريل اللي هو يبيض السنين
وي يحمي اللثة وديجا جور ابري جور تحس بال بلانشيمون ليسي بالضبط يعطيك صح اي سورتو العباد اللي تعاني من لي تاش نتاع الكافي والتي وال والسيجاريت دونك هذيا تري تري ايفيكاس وشنو طريقه الاستعمال هذيا جوست تاخذ البروس ادون تاعك تبلها شويه مي معناتها من الدي شويه وتحطها ديريكت معناتها في معناها كانو دون ديفريس بالضبط بالضبط وتحك سنيك نورمال معناتها عادي وكا هيك هو اي اباز بلونت ناتوريل وديجا مهم نذكروا زاد المشاهدين تاعنا وديجا فيه المونت اللي هو يفوح بعد الفم ويخلي ريحته ياسر بنينه يعني عندها مشكله في مطن في رائحه ولا حاجه هذا نحي ريحه الفم ابر انه ينظف السنين بالضبط وما يقلقش اللثه ولا يعمل ما يقلقش على خاطر اباز بلونت ناتوريل وكيما قلت لك هو سوان دونتير ناتوريل معناتها ما يقلقش وقداش سوم وهذه 29 دينار 29 29 دينار دونك اللي يحب يكماندي كيما العاده الارقام اسفل الشاشه يكلمهم وليفريزون غراتويت ديما نقولوا احنا لي برودوي نتاعنا الكل التوصيل مجاني نعاود نذكر بالسؤال الحلقه اللي تبعوها المره اللي فاتت اللي خليو كومونتير يربحوا لاسبيراتور هذايا اللي هو جولد الوينز اللي قلنا قوته 2000 ووت وطول الكابل نتاعو 3 متر ونص دونك ينجموا يتنقلوا به في الدار فاسيلمون هو ب 255 واحنا باش نبيعوه اليوم 209000 اكا هوا دونك كيما العاده كيما قلت لكم الارقام اسفل الشاشه وديما التوصيل مجاني اول حد باش يحط كومونتير بعد شويه نذكروهم زاد بسؤال زين بسؤال نذكروهم بالسؤال بارت الشيف للحلقه اللي فاتت دونك اكتبوا لنا كومونتير ولا اكتبوا لنا ميساج في الباج نتاعنا اوفيسيال على تلفزا تي في خلينا ماتينال وغادي نجموا يربحوا ويوفروا زاد حظوظهم في الربح معنا بلاسبيراتور اللي انت قدمت قبيله زاد المزايا نتاعو يمكن اكثر حاجه كانت مهمه اللي هو الطول خاطر براتيك اليوم باش يتنقل من القوه نتاعو اللي قلنا 2000 واط وزيد هو ماركه عالميه جولدن وينز وكما تشوف فيه روج بوردو هكا محلي مزيان حتى المنظر في الديكوراسيون نجم ندخلوا حتى فما عباد بوتيتر عندهم شي سباس ولا حاجه كيما هكا هو تالمون المنظر زاد مهم باش نجم نحطوا حتى اوتون كو ديكوراسيون وديجا حتى 209000 راه بالنسبه للناس اللي تحب اللي تنجم تشري معناها اللي تحب تشري للي زهزوا ولا اللي خاطر قادمين تو على شتي باش تنظفوا برشا الزرابي وهذه الحنين دونك صح عليا باش تربحوا نرجعوا بما اننا نحكي بوتي وحكينا على البرودوي هذا اللي بيض السنين ويحي الريحه الخايبه نرجعوا للفوند تاع معاك ساره قلنا اللي عنده البوم تاعو غوزي اللي عندها بلوتو من الساده المشاهدين هكا غوزي يقولوا نحن بلغتنا العاميه خلينا نحكيوا الشعبيه بيضه حمراء والا فما اغنيه تقولك بيضه حمراء بالصحه سبحان ربي للصحه هكا شعبيه تحيه لكل مرا بيضه وتحيه للسمره زيد العسل وتحيه للي بول كل اللي يتفرجوا فينا الوان كل باهي سيرتو سيرتو اللي عندهم لي بوتون تلقاهم احمر دونك هذوك متساعدهم برشا الفوندو تان اللي تمشي قلنا بيج البيج بال داكور ديجا هو البيج فيه درجات فيه البيج البيج فيه البيج ناتوريل بيج كلير واللي نوصلوا البيج بال اللي هو يعطيك كولور نوتر واللي ديجا وجه هكا بال نقولوا نحنا فما بلاكس وجوه بلاكس بلاكس تاخذ الغوزي بيج غوزي اللي هو يعطيك لي في بون مين واللي لا ليهو ليهو تختار حسب الطان تاعها وقتها تاخذ البيج ناتوريل ديما الاقرب للبوم تاعك اوكي عندك دو تانت هذوما اللي هما على الغوز ولا على البيج بال اللي تحب تعمل كولور يعطيها لي في بون مي لا شوفوا شيف يضل يضحك شيف دخل حاجه في حاجه راهو اللي تقول فيه بالنسبه للاختصاص كوجينه وباتسيري خاصه الباتسيري تاعو اللي تقول فيه الالوان والفون دو تان والدنيا كل راك تدخلهم في الحلو الالوان لازمه ومهمه لازم تقرا على الالوان وتعرف شنو تحط وتحط هذا تشوف احنا عندنا حلو عربي في تونس معناه اللي حلو باللوز واللي يرشوه حتى بالبون باروتوش معناه اللي دخلوا فيها اللون البرونز لون الدوري لون الارجنتي الفضي معناه هنا الالوان كل كيف كيف يتعلمون حتى في الميك لا تحب ولا تكره ميكلو بالعيني يقول لك ساعات حتى صغيرك باش تشهيه لازمك تحط برشا الوان في اللي سلات صحيت يعطيك باش ينجم هو الالوان هي اللي تجبد العبيد من لا شيء اللون راهو يجبد ما غير ما ضحك وهذاك علاش لازمهم يتعلموا من مواد التجميل شنو يعملوا فما خاطر حاجات تشبه هي اليمونتير ولكن حاجات تاكل الالوان اللي تحكي عليهم مهمين ياسر في الباتيسوري
فهمتني؟ والعين تاكل قبل الكرش حتى من الامثال اللي اي العين اللي كي تشوف هكا حاجه وخاصه مع الصغار معناها زينب اليوم صغار معناها قبل معناها ما ياكل حاجه مهم جدا انه يشوف الماكله هكا وتبدا مزيانه وتبدا بيان بلاسي وكل ناخذ حتى اكزومبل احنا تاع لي ريستورون اليوم وكل دونك من بين ميزات معناها تفوق لي ريستورون ولا المطاعم وكل هو كي يبدا الماكله يعرف معناها كيفاش يحطها كيفاش يجيب لك كيفاش تكون بيان ارونجي وكل هذاك الكل علاش مهم اليوم انه مع شيف سامحني حاب هيك علاش اللي راه بعينه في ساي يشبع يقول لك ياكل بعيني كما قلت لكم سادة المشاهدين راهي الحاجة المزيانة راهي غالية ياسر وراهو علاش خاطر تاخذ وقت في الفينيسيون يوسع بالو الكوجيني شنو هو يعمل شنو ما يعملش ويحاول باش يعطي البلوس فيها ومن عنده كما نشوفوا احنا هنا ناخذوا اون اسيت سامبل اسيت ونحطوا كعبة تارت نتاعنا هنا تكون ان ديسير ولا في التيديج مع القيوه من القيوه نحن انا حبيت تو نذكر سادة المشاهدين وانتم زادة بالحاجات اللي ما لازمناش نغلطوا فيهم اول حاجه عندنا البات اللي حضرناها البات سكري ما لازمهاش برشا عجنان الكريم باتيسير تحط لها في الاخر شويه زبده باش ما تقعدش يابسه كي الحلقوم وثالث حاجه ثالث حاجه هو القصان تاع الغله نتاعنا لازم يكون مستوي مش كعبه كبيره كعبه صغيره وخشينه جويده احنا نعملوا اللي نحبوا رابعا واللي اهم واللي اهم يلزمنا النامباج نحطوا الغله نتاعنا باللامباج باش ما تكحلش صحيح فما ديزاستيوس اخرين يقول لك نعم بالقارص نعم بالخل اما ساعه ساعه تزيدك القروصيه تولي انت بتحطيك كعبه بانانا تولي هذوما الحاجات اللي ما لازمناش نغلطوا فيهم في هالتارت وفروي فما قواعد صغار ديما نعاودوهم وديما نحكيو فيهم ما نغلطوش فيهم وهما بيدهم القواعد راهم يتعداو في دي روسيت اخرين مثلا باش تعمل الغله فوق خبزه جاتو يلزمك تعملها بالنامباج ما تنجمش تحط غله ديريكت كيكه على خبزه ان شاء الله كان جاي راس العام تنعملوا خبزه ونشوفوا كيفاش نخدموا خبزه الجاتو يلزم الغله تكون مبلوله بالنامباج يعطيك الصحه شي غصتنا اليوم ناجحه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعجب المشاهدين ان شاء الله تعجبكم انتم زاده راكم تذوقوا زاده ذوقوا منها وان شاء الله تعجبكم ونعاود نذكروا اللي تتفرج فينا اللي لي زانغريديون اسفل الشاشه وتنجموا ترجعوا للفيديو وترجعوا للميسيون ويتاب باغ ايتاب وعلاش ليه ما تصورونيش اذا انتم الانجاز نتاعكم تاع التارت اوف خوي وتبعثوه لنا لان نحن نكونوا فرحانين برشا يقولوا لي الريجي اللي وقف لي كومونتير وقفت باش يكون فايز معانا دونك يقولوا لي محمد علي كوكي من بيجا ربح معنا الاسبيغاتور اللي نقول له مبروك الف مبروك الف مبروك, مبروك ليه وان شاء الله العاقبه للي مازال هكا شي اللي مازال مازال نعاود نذكروا الاسبيغاتور اللي حب ياخذ الاسبيغاتور او يشريه نعرفوا برشا ناس قاعده تزهز كيما نعاودوا ونعرفوا اللي توشتي وناس كل باش تجبدك الزرابي والزرابي لازمهم عاد اونتروتيان صباح بالاسبيراتور هذايا اللي نعاودوا نذكروا اللي هو ماركه عالميه جولدن وينز فيه القوه نتاعو 2000 واط كيما زيد طول الكابل نتاعو 3 متر ونص دونك تنجم تنقل به فاسيلمون في الدار 3 متر ونص فريمون برشا معناها تنجم تنقل بالصاله للبيج اكسيتيرا هو كاين 255 دينار ولا 209 دينارات اكا هو الارقام اسفل الشاشه باش تكمانديو ديما نقولوا لي ليفريزون غراتويت وهذا غارانتي عام كامل ان شاء الله مبروك لسي محمد علي الكوكي من بيجا اللي ربحوا وقيت اني نقول لكم ساعه يعطيكم الصحه يعيشك ميرسي زينب يعطيك الصحه انت زاده زينب حافظ يعطيك الصحه شيف الحقيقه انت زاده اللي ديما معنا وديما باش نكونوا في الماتينال الموجودين حاجه باهيه فيكم اللي ديما ناشطين ماتينال تزيدوا تشجعوني انا نخدم نعمل حاجات باهيه كي انتم تجيو ناشطين نعديو نهاير به نهاير فريش تعرف علاش ناشطين ناشطين خاطر نستناو في الماكله هذيك لازمنا نقعدوا ناشطين ومع السادة المشاهدين وفي نفس الوقت نستناو باش نذوقوا الماكله يا خويا ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله ديما ناشطين دونك باش نخليكم مع البرودوي دي جور باش نسكم السوسه نمشيو لزميلتنا مروه في تلفزه بوتيك قبل ما نمشيو لمروه ديجا باش نشوفوا مروه شنو البرودوي اللي باش يبيعوا لنا نحب ان غران ميرسي سبيسيال ليكم انتوما والستاف كامله كي اون اسيغي البث هذايا واللي امنونا الحصه المتميزه هذايا نعرفوا اللي دي او دي با كل مره هكا لكن الحمد لله ان شاء الله يا ربي ينالوا اعجابكم وان شاء الله يكونوا
هكا دخلنا بالنغمه الحلوه ودخلنا بالتبسيمه لدياركم. كوتي ميكرو كنت معاكم زينب قرقني بنشوق، نتلاقاو كل ثلاثة وجمعة 8:30 نتاع الصباح من وقتها، باش نتوحشكم برشا 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 في متابعة طيبة لبرامجنا على تلفزة تي في. نخليكم مع مروة في البرودوي دي جور. تشاو باباي. صباح الخير زينب، وصباح النور لكل مشاهدي قناة تلفزة تي في في خلينا ماتينال وفي فقرة البرودوي دلاسمين. باش نكون حاضر معاكم كيف العادة، نحاولوا في كل مرة نجيبو لكم دي برودوي انتوما تحتاجوهم وتلوجوا عليهم. ما احنا ما نحبوكمش تلوجوا بعيد، احنا ديما باش نجيبو لكم دي برودوي لحد عندكم ونقدموهم، وهكاك تلقاو ان شاء الله كل الحاجات اللي تحبوهم وتحتاجوهم معانا. في البرودوي دلاسمين الجمعة هذه كيما قاعدين تشوفوا معايا اعزائي المشاهدين، جبنا لكم كويت. كويت مزيانة برشا، يقول قائل كويت إيه دعم طوى الشتاء جي ولوجو عطفي والركشة، وخرجنا من جو الصيف والسخانة. الكويت اللي حاضرة معنا للمرة هذه كويت أون بوليستير، كويت دوبل بلاس، المتخاج متاعها 2.20 × 2.40 يعني كبيرة وتكفي وتوفي للي يبيت نومه كبيرة بيانشور دو بلاس، وللي زاد يحب هكا يتلفلف بكله ويركش بكله في وسط الكويت نقوله تكفيك وتوفيك هذي وتدفي بالكدا بالكدا. الكويت اللي زاد اللي حاضر معنا أعزائي المشاهدين فيها ميزة ياسر حلوة ان هي دوبل فاس. اش معناها دوبل فاس؟ معناها باش تلقى فيها دوبل كولور. عندك باش تلقى المرة الأولى كولور كما اللي حاضرة معايا لليوم كما قاعدين تشوفوا الكولور روز، تنجموا تفرشوها على الكولور الروز، وتنجموا زيدا باش تبدلوا شوية هكا في اللي كولور في بيت النوم متاعكم تفرشوا على الفاس الثاني اللي باش تلقاو فيه كما الكويت اللي حاضرة معايا توا الكولور غري. يعني تنجموا لهنا تفرشوا الروز وتنجموا من غدوة تبدلوا على الغري، يعني ما تحتاجوش باش تبدلوا برشا قطايا، عندكم قطعة واحدة تبدلوا بها لي كولور ولا تشريو زوز ثلاثة قد ما تحبوا انتوما، ومش تلقاو كل واحدة فيها دوبل كولور، وكيكا تنجموا تلونوا على راحتكم وتبدلوا الديكوراسيون نتاعكم. أعزائي المشاهدين الكويت اللي حاضرة معانا لليوم كما قلت لكم بوليستير دوبل بلاس 2.20 × 2.40 دوبل فاس، زادة باش تلقاو معاها الزوز مخدد نتاعها هاكا ماهيش وحدها باش تكونوا هاكا كل شيء منسق. تلقاو المخدد نتاعها اللي هما 70 × 50 المتراج نتاعهم، دونك حاجه مزيانه على كما قاعدين تشوفوا. ننصحكم بالكويت هذه اعزائي المشاهدين. بالنسبه للنساء اللي تلوج توا في الشتاء شنو باش تطلع للدبش الشتاء وشنو باش تفرش، هاكا عندكم دي كويت مزيانين جبناهم لكم. كيف كيف زاد بالنسبه للعباد اللي في الفوايي واللي مازالوا ما حضروش رواحهم واللي مازالوا ما شراوش لي كوفرتور ولا لي كويت باش تغطوا بهم في الشتاء، نقول لكم اطمئنوا حتى من غير ما تتعبوا تقعدوا ديبلاسيو وتروحوا تنجموا تكمانديو على الكويت نتاعكم، واحنا نوصلوا لكم حتى الباب الفوايي، يعني من غير ما نحبوش نتعبوكم من غير ما تتعبوا. كيف كيف زاد ما نسينيش اهم زاد عباد اللي قاعدين يحضروا في الجهاز نتاعهم بيان سور، العرايسات اللي تحب تكمل جهازها وتلوج على حاجات مزيانين ويلوجوا على لي زوفر المزيانين ولي بروموسيون، نقول لكم في لي برودوي دو لا سيمين اي نعم جبنا لكم لي زوفر المزيانه الهديه، جبنا لكم اوفر ياسر تحفونه بسوم ياسر رمزي باش تاخذوها الكويت اللي كنا نحكيوا عليها توت سويت، بسوم ياسر مزيان وياسر طياره ب 59 دينار فقط. نعم هذه الكوفرتور كما كنا نحكيوا على لي كاركتيرستيك نتاعها دوبل بلاس دوبل فاس معها المخدم نتاعها اون بوليستير، وياسر بالحق كما نحكي لكم رطبه وهكا وتدفي تحس حتى كي خفيفه، هي خفيفه ايفيكتيفمون وزنها 3 كيلو اما خفيفه وتدفي حتى الملمس نتاعها ما تقلقش في النوم، صعب العكس باش ترتاحكم برشا في النوم وترتاحوا وتتهنوا وتجيكم احلام سعيده وهانيه في الشتاء. دونك اعزائي المشاهدين كويت تلبزه بوتيك اللي حاضر معاكم في فقره لو برودوي دو لا سيمين في خلينا ماتينال باش نقدموها لكم ب 59 دينار فقط والتوصيل مجاني حتى باب الدار. ما عليكم كان تتصلوا على الارقام الموجوده على الشاشه تكلموا تكمانديو على الكوموند نتاعكم وتوصلكم حتى الباب الدار والتوصيل مجاني. ما تنساوش كويت تلفزه بوتيك حاضره معاكم لليوم ب 59 دينار فقط، ما تفلتوش الفرصه باش تتمتعوا بالعرض هذايا خاطر حاجه مزيانه على الاخر ووقتها توا وما تفلتوش، راه وقت الشتاء ودي زوفر دو بروموسيونيل كيف من هكا راه فيت في ساعه ما يتخطفوا.
ننصحكم ما تفلتوش الفرصة باش تكمانديو على الكويت هذه اللي حاضرة معنا اليوم ب 59 دينار فقط. اتصلوا على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة وعديوا لي كوموند نتاعكم. يعطيكم الصحة. كانت هذه فقرتنا لليوم في لو برودوي دو لا سمين وقدمنا لكم فيها الكويت هذه. أعزائنا المشاهدين باش نطلوا عليكم إن شاء الله في كل جمعة ومع كل مرة باش نجيبوا معنا حاجات جدد أنتم تحبوهم. كالعادة نقول لكم نودوكم كان بالأسوام اللي تناسبكم والعروض اللي تواتيكم بالطبيعة.